اوكي، يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح بلش بأول محاضرة إلكترونية في مادة الأندرويد. طبعا المحاضرة راح تكون مقسمة إلى two sections. السكشن الأول راح يكون 30 دقيقة، بعد ما يخلص راح نطلع منه ونفوت على السكشن الثاني اللي هو راح يكون 45 دقيقة. طبعا راح نبلش اليوم ب chapter 3 راح نبلش اليوم ب chapter 3 اللي هو state your intent. طبعا حكينا عنه احنا بالمحاضرة الماضية بشكل خفيف، رؤوس أقلام حكينا عن الـ intent in general، شو هو الـ intent وشو وظيفته وكيف راح نتعامل معه. طبعاً هنا إحنا عندنا أول إشي بدنا نحكي فيه، أول إشي إيش هو الـ intent. طبعاً الـ intent عندي هنا زي ما إحنا هنا شايفين وظيفته الرئيسية إنه كيف بدنا إحنا نتعامل مع multiple activities. هاي الوظيفة الرئيسية للـ intent. كيف يعني multiple activities؟ يعني كيف بده يكون في عندي أنا مثلاً صفحة شغالة أمورها تمام، بعد هيك عن طريق الصفحة هاي ننتقل على صفحة ثانية. بما معنى أصلاً أي برنامج أندرويد هو مكون من أكثر من صفحة، فهدفنا الرئيسي باستعمال الانتنت هو الانتقال بين هاي الصفحات، ما يكون في عندي أي قيود بين هاي الصفحات. فبالتالي احنا هنا صار عندنا القدرة انه نقدر نتعامل مع اكثر من صفحة في الابليكيشن الواحد. تمام، اوكي، نيجي هنا نبلش فيه. فهنا أنا عندي إذا بتلاحظوا، خلينا نبلش إحنا بالصفحة الأولى. An application that contain more than one activity. طبعاً عندي أنا أول إشي an activity is a single focused things your user can do. If you chain multiple activities together to do something more complex, it goals task. عندي أنا الactivity لما تكون عندي أنا صفحة واحدة بس عم تعمل وظيفة معينة. اللي صار عندي أنا هون لما بلشت أنا أربط أكثر من activity مع بعضهم صار في عندي task. ليش task؟ لأنه أنا عندي الactivity صار شو بدي يعمل؟ بدي يعمل أكثر من هدف أو أكثر من شغلة. فلما ننتقل بين صفحة وصفحة صار في عندي task معين. task بيحكي كالآتي، إنه أنا عندي مثلا بدي أبعث مسج على سبيل المثال لصفحة ثانية مثلا، أو أبعث رسالة معينة أو تكست معين من صفحة إلى إيش؟ من صفحة إلى صفحة. مثلا عندي هنا Here what we are going to do in this chapter. أول إشي We would like to create a single activity and layout. بدنا نعمل create لسingle activity مع layout، يعني صفحة XML وصفحة جافا خاصة فيها. Add a second activity and layout. بده يكون بدي اعمل انا كرييت لايش؟ بدي اعمل كرييت لصفحه اكتيفيتي ثانيه مع لاي اوت ثانيه خاصه ايش؟ خاصه فيها. بعد هيك get the first activity to call the second activity. بدي امر الفيرست اكتيفيتي اللي هي الصفحه الاولى تعمل لي كول لمين؟ تعمل لي كول للسكند اكتيفيتي. تمام، بعد هيك get the first activity to pass data to the second activity. كيف يعني pass data؟ يعني أنا بدي أسمح هسه أنا للصفحة الثانية تبعتي بإنها الصفحة الأولى تبعتي إيش تعمل؟ تبعث data لمين؟ تبعث data لإيش؟ للصفحة الثانية. طيب نيجي هنا عندي أنا بالصفحة الثانية. هون عندي أنا إذا بتلاحظوا بالصفحة الثانية
تبعتنا شو التاسك اللي بدنا نقوم فيه أو التاسك اللي بدنا نعمله. أول إشي Here is the application structure. The application contains two activities and layouts. أول إشي عندي When the application gets launched مجرد ما يشتغل البرنامج It starts the create activity أو create message activity اللي هي أي صفحة هتكون الصفحة الأولى تبعتنا طبعاً هاي الأكتيفيتي هتستعمل layout الخاص فيها اللي هو اسمه activity create ايش message هاي بخصوص أول صفحة بعد هيك when the user click button يعني هيكون في عندي أنا في الصفحة الأولى ايش هيكون في عندي بالصفحة الأولى button هسا أنا اليوزر لما يعمل click للبتن الموجودة في الصفحة الأولى ايش بدي يعمل بدي يشغل لي receive message activity is launch فبالتالي راح يتغير اللي اوت راح يصير اي لي اوت الخاص بالصفحه الثانيه اللي هي الاكتيفيتي ريسيف مسج هون عندي هي شكل الابلكيشن تبعنا حيكون في عندي الديفايس بعد هيك حيكون اول ما اشغل الابلكيشن حيفتح لي الكرييت مسج اكتيفيتي مع الـ XML تبعتها بعد هيك حيكون في عندي بوتن جوا الكرييت مسج اكتيفيتي بس اكبس عليها راح ينقلني لمين راح ينقلني لل receive message activity بال receive message activity راح يكون في لها layout خاص فيها وتعرض الكونتنت المعين اللي انا بدي اياه فيها فاحنا حاليا بالخطوه الاولى هسه شو بدنا نعمل create لايش لل first activity اوكي هون عندي عشان نعمل create the first activity طبعا راح نعمله اول اشي زي ما احنا عملناه دائما A new project ونعطيها اسم معين ونعمل زي finish راح يبلش معي ايش الابليكيشن زي ما احنا اخذنا هسا بعد هيك عندي بدنا نعمل update للlayout عشان نعمل update للlayout ونحدد شو المتطلبات اللي بدنا اياها فبالتالي انا عندي هون بالxml file اللي هو كيف نفوت عليه اسم الابليكيشن ماي ماسنجر مثلا بعد هيك بنفوت على الابليكيشن السورس المين بعد هيك الريسورسز واللي اوت بعد هيك الاكتيفيتي كرييت مسج هسه هون عندي انا اللي اوت بدنا اياه بالصوره التاليه بده يكون في عندي انا ايش اديت تكست مع بوتن فهون وي ار يوزينج ا لينير لي اوت ولكن احنا استبدلناها حاليا بايش ب constraints layout بعد هيك عندي بدنا نبلش ايش نعرض الكومبوننت اللي بدنا اياها موجوده عندي في هاي الشاشه اللي هي we have added button and ايش edit text حنضيف button و edit text زي ما احنا شايفين هون هيضيفنا ال edit text طبعا ال ID تبعها اسمه message layout width واللايout height wrap content wrap content التوب مارجن اللي هي المارجن اللي راح يكون من الاعلى كم راح يكون عندي 20 دي بي وبعد هيك اندرويد هنت هاي جديده اخذناها هسه راح ناخذها اندرويد هنت الاندرويد هنت ايش وظيفتها وظيفتها الرئيسيه انه يعرض لي هون على الايديت تكست تكست معين صغير اللي هو انتر ا مسج مجرد ما انا كبست على الانتر مسج هون راح تختفي هاي الكلمه واكتب انا اي تكست انا بدي اياه لانها هاي edit text وليست text view طبعا بالحاله هاي انا عندي هاي بنسميها hint لان راح تختفي بمجرد ما انا ايش عملت مجرد ما انا كبست هون وبلشت ادخل التكست تبعي طبعا اذا بتلاحظوا هون الاندرويد هنت هي زي الاندرويد نقطتين نيم يعني الاتريبيوت هذا بحاجه لايش بحاجه لسترينج معين من وين اخذناه من السترينج فايل وهون عندي الاي ام اس اندرويد اي ام اس ايكوال 10 شو يعني اي ام اس هاي معناها انه كم حجم الايديت تكست شود بي يعني هون عندي بالحاله هاي انه المساحه هاي اللي بدي اكتب انا فيها هون المسج
بدها تكون هي كفاية فقط لإيش؟ فقط لتن letters. بإمكان أحطها 20، بإمكان أحطها 30، حسب إيش طبعاً؟ حسب طبيعة البرنامج أو حسب أنا شو بدي يعمل لي هون. هاي بخصوص إيش؟ الإديت تكست. بعد هيك عندي رقم 2 اللي هي البطن. طبعاً البطن نفس الإشي، في لها ID معين اللي هو ID send. بعد هيك الـ width والـ height اللي هو wrap content wrap content. الـ margin top 20 dp المسافة 20 dp هيها بين الأولى والثانية. بعد هيك عندي أنا إذا بتلاحظوا Android نقطتين on click equal on send message. معناها هاي إيش؟ معناها أنا شو اللي عملته؟ بدي أعرف أنا function. الفانكشن إيش اسمه؟ on send message. طبعا هذا الفانكشن راح نعرفه وين؟ الاكتيفيتي تبعت ايش؟ السند مسج، وحنبرمجها باليه معينه انها ايش تعمل؟ تنقلني لوين؟ للصفحه الثانيه. بعد هيك في عندي اندرويد تكست ايكوال ات سترينج سلاش سند، معناها صار في عندي بالسترينج فايل ايش؟ اليمنت جديد اسمه سند، وحيكون فيه الكلمه اللي راح تظهر على البتن. هون عندي ايش الكلمه اللي تظهر على البتن؟ البتن اللي هي send message. تمام، فبالتالي نختصر اللي حكيناه عن الedit text. The edit text elements defines an editable text field for entering text. It inherits from the same Android view class. تاخذ محتوياتها من وين؟ من اللي view اللي هي تابعة للجي زيها زي أي other GUI component. يعني أنا ليش بدي أعمل import file الجافا عشان تشتغل؟ لا الفيو زيها زي البطن، مش راح يختلف علينا إشي فيها. تمام، طبعا لازلنا بالمرحلة الأولى، مرحلة create first activity. طبعا هسا بدنا نعمل update لمين؟ للstring.xml file. بالstring.xml فايل عندي هون اذا لاحظتوا شو اللي استعملناه لحد الان؟ استعملنا اللي اسمها send اللي موجوده على التكست تبعت البطن اللي راح تظهر على البطن، واستعملنا الهنت. الهنت راح تظهر وين؟ راح تظهر على التكست فيو على الايديت تكست تبعتنا. فبالتالي هون انا عندي اذا بتلاحظوا بالstring فايل اللي هو موجود وين؟ في الابلكيشن تبعنا سميناه ماي مسنجر، بعدين app source main resources values جوا string.xml. ايش ضفنا عليه؟ ضفنا عليه احنا string name equal send اسمها ايش؟ send message. و string name equal hint شو فيها؟ enter a message. لما نطلع احنا نشوف الاكتيفيتي تبعتنا، في عندي enter a message وفي عندي ايش؟ في عندي send message. تمام. طبعا هاي هيك بخصوص ايش؟ فايل ال XML تبعنا وفايل السترينج تبعنا جهزناها. اوكي، هسا احنا اتفقنا انه بالبتن تبعتنا في عندي انا اتريبيوت اسمه اون كليك ايكوال اون سند مسج. بالحاله هاي ايش معناها؟ بالحاله هاي انه بدي انا اعمل فانكشن او ميثود خلينا نسميها اسمها on send message. هتكون موجودة وين هاي؟ تكون موجودة بالactivity تبعت الصفحة الأولى. فبالتالي هنا أنا بدي أنتقل وين؟ بدي أنتقل على my messenger application source main java وعلى create message activity dot java. هسا نيجي هنا إحنا على الصفحة الرئيسية للجافا، هيكون في عندي أنا import للapp dot activity. راح يكون في عندي ايضا امبورت لشو كمان؟ راح يكون في عندي امبورت للبندل وامبورت للفيو. هاي جاهزه. طبعا هون عندي انا هاي الامور اللي هون مكتوبه، طبعا ما غيرنا فيها شيء، اللي هو اسم الكلاس كرييت مسج اكتيفيتي، وهو اكستند من مين؟ من الاكتيفيتي الرئيسيه. بعد هيك عمليه الاوفر رايد زي ما حكينا، وبالتالي بنبلش بعدها بعمليه الاون كرييت، هي الاوبن وهي اللي كلوز من دون اي مشاكل. هسا بدنا نضيفه احنا جديد هون اللي هي call on send message when the button is clicked.
فبالتالي أنا هاي المسج عندي أو هاي الميثود تبعتي public void onSend message. طبعا onSend message هون هاي الاسم إذا بتلاحظوا exactly نفس الاسم اللي موجود وين في ال XML file اللي هو onSend message. واضح؟ فبالتالي بعد هيك أنا عندي هاي الopen وهاي اللي close. هون أنا بدي أبرمج البطن بأنها تعمل لي وظيفة معينة. أوكي شباب، أنا بدي أعمل unmute للجميع. طبعا لحد الآن شايفين أمور تمام؟ أنا شايفها تمام دكتور. طيب حاب أسمع أكثر من حدا، أموركم كلها تمام؟ تمام تمام. بكر تمام الأمور؟ آه تمام دكتور. مين في عندي كمان؟ يوسف مهيرات تمام؟ يوسف دكتور. تمام؟ دكتور أنا صوتي واطي ولا؟ لا سامعك سامعك تمام حمدي. هي أسيل تمام، مروج تمام، ريام تمام، يوسف تمام. أوكي مين ظل عندي ما سمعتش صوته؟ طبعا ما في حضور كفاية، الحضور تقريبا 9 طلاب لحد الآن، توقعت يكون في أكثر من هيك، ممكن على كمان شوي يدخلوا. طيب ممتاز، إذا طالما الأمور تمام خلينا نكمل. أوكي أوكي نرجع نكمل إحنا اللي بنحكي فيه. اوكي هسا احنا عملنا كرييت للصفحه الاولى وجهزناها وعملنا ايش، وعملنا الفانكشن وجهزناه، بس ولكن ما كتبنا فيه لسه اي شيء ثاني. هسا قبل ما نبلش فيه احنا وظيفتنا الرئيسيه بهذا الميثود ايش انها تعمل، انها تنقلني لايش، لصفحه ثانيه. فبالتالي انا لازم اعمل كرييت للصفحه الثانيه عشان بعد هيك أبلش بعملية إيش؟ عملية النقل، إني أنتقل للصفحة الثانية عن طريق البطن تبعتنا. فبالتالي هنا عندي نعمل create للسكند activity and layout. طبعاً نعمل create إلها بالطريقة العادية مباشرة، بنعمل new android activity من فوق new، بعدك حيكون في عندي new android activity. باجي أنا بحط اسمها activity name اللي هو نعتبرها receive message activity. بعد هيك إشارة tick على generate layout file، لأنه أنا بدي صفحة layout خاصة بالصفحة الثانية. طبعاً إذا ما حددت layout للصفحة الثانية راح ينشئ لي فقط صفحة جافا، وصفحة جافا إحنا ليش استعملناها؟ استعملناها عشان تكون expert file بالمحاضرات السابقة. هنا عندي أنا بعد هيك بنسمي الactivity، طبعاً automatically هو بيسمي لي إياها activity receive message، هو لحاله بيسمي لي إياها بالطريقة هاي. أوكي منشيد إشارة الصح عن اللانشر أكتيفيتي وإشارة الصح عن الباكورد كومباتيبيليتي، ونتأكد إنه الباكج نيم عندي نفسه، طبعاً هو بيكون محطوط already default نفس الإشي. وإحنا هيك إيش بنعملها بعد العملية هاي؟ نعمل finish. مجرد ما عملنا finish مباشرة راح يعمل لي create لإيش؟ للأكتيفيتي الثانية. طبعاً الأكتيفيتي الثانية أنا عندي هون زي ما أنتم شايفين حيكون في عندي أنا الـ 2 XML file و 2 Java file. فهون عندي أنا إذا بتلاحظوا بالبروجكت باكج تبعتنا جوا الجافا حيكون في عندي create message activity، حيكون في عندي receive message activity. بعد هيك عندي في layout حيكون في عندي activity create message و activity receive message as a XML بدون أي مشاكل عنديهم. تمام هيك احنا نكون عملنا كرييت لايش؟ للصفحتين. طبعا هون عندي انا دائما لما نعمل بالابلكيشن اكثر من صفحه لازم انا بالعاده افوت اخبر المانيفست فايل انه انا في عندي صفحه ثانيه عشان الابلكيشن يفهم انه اي صفحه بدي اياها الديفولت لما يشتغل البرنامج تشتغل عندي ايش؟ الصفحه. طبعا هون الفرق عندي لما افتحه انا الفايل المانيفست فايل، طبعا المانيفست فايل هو عباره عن HTML tag زي ما انتم ايش
شايفين هون هاي الفايل تبعنا. طبعا هون انا في عندي دائما في عندي المين واللانشر، فهسه بالحاله هاي انا عندي هون اذا بتلاحظوا شو محدد لي هون، اول اشي الاكتيفيتي هيها اندرويد نيم دوت كرييت مسج اكتيفيتي، بعد هيك جواتها حيكون في عندي intent filter open and close، ده كله بيكون مكتوب، احنا لا بنكتب فيه شيء لنتاكد انه اموره تمام. حيكون في عندي الاكشن android.intent.action.main، هاي معناها انه هاي الصفحه اللي هي dot create message activity هي الصفحه المين تبعتنا، هاي المين تبعتنا الرئيسيه، زائد الكاتيجوري عندي android.name colon name equal android.intent.category.launcher. هاي ايش معناها؟ This says that the activity can used to launch the application. إذن هذا الاكتيفيتي اللي راح يعمل launch the application. هنا عندي هاي التاج الأول جاهز، التاج الثاني هيو اللي هو عبارة عن شو؟ اللي هو activity android colon name equal dot receive message activity. لاحظوا هنا empty ما فيه إشي، لا ملاحظين هيك مش ضايف عليه أي إشي. هسا إذا بدي أنا صفحة receive message activity هي الصفحة المين تبعتنا، شو اللي راح نعمله عشان تصير هي المين؟ دكتور معلش تعيد بس من وين نكتب بالجافا؟ تمام اوكي اوكي تمام. هنا عندي انا اذا بتلاحظي هون التاج اسمه activity، هي الاوبن تبعته تمام، هي الاوبن تبعت التاج وهي الكلوز تبعت التاج. هسا عشان نحدد انه هاي الصفحه هي الصفحه الاولى تبعتنا، انا هون انا ايش عملت؟ ضفت معلومات الانتنت فلتر عليها اللي هي ضفنا المين وضفنا اللانشر. يعني لو بدي أنا الصفحة الثانية اللي تكون هي المين اكتيفيتي أو اللي تشتغل أول إشي، بدي هذا الكود كله أعمل له cut وأعمله paste وين؟ في هاي المنطقة اللي هي بين الopen والclose للصفحة الثانية. واضح؟ واضح هيك يا مروج؟ فهون راح تكون عندي أنا موجودة الصفحة الثانية. تمام تمام اوكي. فهاي هون هي بالعادة بتكون مكتوبة جاهزة، هون إذا أنا بدي أعدل عليها، طبعا بالعادة بالعادة بيضيف لي الانتنت فلتر لمين؟ بيضيف لي الانتنت فلتر دائما لأي صفحة؟ لأول صفحة عندي بيضيف لي عليها الانتنت فلتر. يعني دائما الصفحة اللي بعملها كرييت أول إشي هو اللي بيعتبر لي إياها المين. إذا بدي أنا أغير بالمين أنا باجي هون باجي بضيف هالكود كامل بشطبه بضيفه بين بهاي المنطقة. تمام أوكي. فهون عندي أنا every activity needs to be declared، هاي شرح للي إحنا كنا نحكي فيه open بالactivity وclose بالactivity وجواتها الcontent اللي أنا إيش بدي أضيفه. طبعا هون عندي أنا ضفنا فقط اللي هو النيم تبعها عشان نضمن إنه هاي الأكتيفيتي موجودة عندي أنا وين في السيستم تبعي، زي ما إحنا هون عملنا خلاص، بس ضفنا هاي النيم تبعها إنه هي موجودة عندي في السيستم وما أعطيناها لا خاصية مين ولا أي خاصية ثانية، بس هي بتكون أوريدي بالديفولت موجودة ومكتوبة عندي. طبعا هسا شو وظيفتنا؟ خلصنا الانتنت الاول الصفحه الاولى عملنا لها كرييشن، والصفحه الثانيه برضه خلصت وعملنا لها ايش كرييشن. بدنا نعمله هسا بدنا نعمل باس، بدنا نعمل كول للسكند اكتيفيتي. بدي اخلي يعني الفيرست اكتيفيتي ايش تعمل؟ تعمل لي كول لمين؟ تعمل لي كول للسكند ايش السكند اكتيفيتي. فبالتالي بعد هيك عشان نعمل عمليه ايش باسنج للداتا عليها. طبعا انا عشان اعمل انتقال بين الصفحتين او اطلب من الصفحه الاولى تنقلني للصفحه الثانيه انا بحاجه للانتنت. الانتنت عباره عن
زي المغلف وساعي البريد. ساعي البريد وظيفته بأنه يأخذ هالمسج وينقلها لصفحة ثانية. المسج شو فيها؟ فيها please open this activity، يعني لو سمحت افتح لي هاي الصفحة. هيك المسج أنا عندي بتكون موجودة. فأنا هون وظيفتي إني أنتقل من صفحة إلى إيش؟ إلى صفحة ثانية. فهنا عندي أنا you can create and send an intent using just a couple of lines of codes. You started by creating the intent like this. عشان أعمل create the intent، شو بدي أعمل؟ أول إشي من نوع intent بعرف intent equal new intent، بياخذ this وبياخذ التارجت. طبعا راح نفصلهم هدول واحدة واحدة. أول إشي عندي the first parameter اللي هو this tells Android which object the intent is from، يعني هاي مكان this بكون المكان الحالي اللي أنا موجود فيه. target.class المكان الثاني اللي أنا بدي أنتقل إله، يعني أنا بحدد مين المرسل ومين المستقبل. المرسل دائما this المكان اللي أنا فيه، والمستقبل مين؟ الصفحة الثانية اللي بدي أنا أنتقل إلها. فبالتالي هون عندي الانتنت إذا بتلاحظوا عبارة عن مسج، والمسج ماله عشان أنتقل أنا from activity to إيش؟ to another إيش؟ another activity. أوكي تمام. بعد هيك عندي أنا the second parameter is the class name of the activity that needs to receive the intent. الصفحة اللي بدها إيش تعمل؟ بدها تستقبل لمين؟ the intent. طبعا once you have created the intent you pass it to Android like this. هاي عملنا creation لل intent فقط، بينما هاي الثانية عشان نعمل start the activity يعني أبعث ال intent بإنه إيش يشتغل معي. فبالتالي هون start activity لمين؟ لل intent اللي هي هاي ال intent اللي هو ال object اللي عملنا له إيش؟ اللي عملنا له create. اوكي تمام. هسه هون عندي this tells android to start the activity specified by the intent. هنا ايش بيطلب مني؟ اني انا بأمره انه يدخلني وين؟ يدخلني على الصفحه الثانيه عن طريق ايش؟ ال intent. هنا once android receive the intent الاندرويد سيستم بيستقبل ال intent. It checks that everything's okay. إنه الأمور تمام. بعد هيك بأمر الأكتيفيتي الثانية بإنها إيش؟ بإنها تنتقل أو بإنها ننتقل لمين؟ للأكتيفيتي إيش؟ الأكتيفيتي الثانية. طبعاً شباب هلأ بدنا ننهي المحاضرة هاي وندخل على السيشن الثاني. تمام؟ فحالياً بدنا نسكر هاي وندخل على السيشن الثاني. بانتظاركم على السيشن الثاني. اوكي يعطيكم العافية. السيشن الثاني طبعا زي ما حكينا هون اللي راح العملية راح تصير هي كالآتي. اول اشي عندي هون اوكي اول اشي انا عندي هون هاي الاكتيفيتي الاولى اللي شغاله حاليا كانه بصير في خطاب بينها وبين الاندرويد. الخطاب هو كالاتي Dear Android please can you tell activity 2 to start now sincerely your old bad activity. يعني مثلا انه انا بدي احكي للاكتيفيتي الثانيه انه لو سمحت بشيلني ودخل لي على الاكتيفيتي الثانيه. فشو بصير عندي هنا؟ بجهز انتنت بيكون فيها المرسل اللي هو انا والريسيفر اللي هو الاكتيفيتي 2، ببعثها لمين؟ للاندرويد. الاندرويد بيقول let me see yep that seems light I will tell second activity to ايش؟ to get started.
فبيجي الاندرويد ببعث المسج زي ما هي لمين؟ للسكند اكتيفيتي. وهنا عندي انا بالسكند اكتيفيتي ايش راح يعمل؟ راح يستقبل هاي المسج وبعد هيك يفتحها ويشوف ايش فيها. حيشوف فيها انه امر انه يا سكند اكتيفيتي اشتغلي. فبالتالي هنا راح تشتغل مين؟ الاكتيفيتي الثاني. طيب تمام، هسا خلينا احنا نكتب الكود. احنا ما كتبنا الكود، احنا فقط شرحناها شرح. هسا بدنا نكتب الكود تبعنا. تمام، هون عندي انا اول اشي بدنا نضيف باكج جديدة. الباكج الجديدة اللي بدنا نضيفها اللي هي import android.content.intent. طبعا احنا حاليا نحكي عن اي صفحة؟ نحكي عن صفحة create message. بعدنا بصفحة اللي كرييت مسج حاليا عشان نضيف الكود تبعنا. طبعا وين راح نضيف الكود تبعنا؟ جوا البطن، راح نضيفه جوا البطن. اوكي، فهنا عندي انا public void on send message من نوع view view حكينا open and close. جواتها من نوع intent عرفنا intent equal new intent. طبعا هاي زي السكانر input equal new scanner. لما كنت اعرف انا function اعرف method object sorry عشان ايش يعمل؟ عشان يعمل عمليه السي ان تبعتنا. فهون انا عندي from intent عرف intent equal new intent. هون عندي بياخذ two parameters. parameter الاول this يعني create message activity المكان اللي انا فيه comma. بعد هيك receive message activity dot class. receive message activity هون انا حددت الصفحه الثانيه اللي بدي انتقل إلها. هسه هيك انا جهزت المغلف الانفلوب تبعي، جهزته على اساس ايش؟ ابعث للاندرويد. هسه على اساس ابعث هالمغلف للاندرويد، طبعا المغلف شو اسمه؟ اسمه intent. يعني هاي الانتنت عباره عن اسم، بقدر اسميها اي اسم بدي اياه بدون اي مشاكل. طبعا بناء على الجروب تبعنا على الواتساب انا شفت انه في طلاب اوريدي متعاملين مع الانتنت وامورهم تمام، لانه انتم عارفين الاندرويد هي اوبن سورس والكود كله موجود بالنت برا، فبامكان اي طالب يدخل عليه ويشوفه بدون اي مشاكل عندهم. تمام، هسا انا بدي استعمل ميثود اسمها ستارت اكتيفيتي. طبعا الميثود وين موجوده؟ موجوده في الانتنت. تمام، موجوده في الباكج اللي هي الانتنت. فانا هون عملت ايش؟ ستارت اكتيفيتي لمين؟ للانتنت تبعتي. يعني هاي لو سميتها انتنت 1 هون شو راح اضيف؟ حط له انتنت 1. اوكي، فبالتالي هون انا بالعمليه هاي ان جنرال صرنا لما بدي انا اكبس الباتن ايش بده يعمل؟ بده ينقلني لمين؟ لوين؟ للصفحه الثانيه. سو وات هابنز وين ذا يوزر ران ذا ابلكيشن؟ اول شيء عندي هون ايش راح يصير؟ أول خطوة before we take application out for a test drive let's go over how application we have developed so far will function. كيف راح يشتغل؟ أول إشي when the application gets launched the main activity the create message activity start. The create message activity it will specify that it uses a layout activity create message. This layout gets displayed in a new window. راح يعمل display لإيش؟ اللي راح يظهر على الشاشة طبعا زي ما اتفقنا اللي هو ال XML file اللي هو ال activity create message. هذا ال activity create message هو اللي راح يظهر وين؟ على الشاشة عندي. وال Java file تبعه ال create message activity dot Java هو اللي راح يشتغل معه. تمام. The user type in a message كتب مسج معين مثلا and then click the button. عمل كليك للباتن تبعتنا. شو اللي راح يصير بعد ما احنا نعمل كليك للباتن تبعتنا؟ طبعا اللي راح يصير كالاتي. اول اشي the on message click button الميثود تبعت الباتن get response يعني بدها تشتغل، وهي عبارة عن ميثود وفي جواته تطبيق معين. فبالتالي انا هون كبست على الباتن. بعد ما كبست على البطن الـ on send message هي اللي راح تشتغل معي. طبعا الـ on send message هذا الـ function أو الـ method اللي إحنا إيش عملناها. هنا عندي the on send message method uses an intent to tell Android
to start activity receive message عشان تشغل لي اياها. هون عندي الاندرويد checks that the intent is valid, بيشيك على الانتنت هل هو valid او لا. هاي الاندرويد سيستم, هاي عندي create message activity, بعث intent. الانتنت فيه to اللي هي receive message activity, ببعثها لايش؟ الاندرويد. الاندرويد سيستم بيشيك اذا انها valid او لا. في حال كانت valid برد يبعث المسج لمين؟ لا السكند مسج اكتيفيتي اللي هي بناء على على الفانكشن او الميثود اسمه ايش؟ اسمه ستارت اكتيفيتي, وبين قوسين بيكون ماخذ فيه ايش؟ ماخذ الانتنت. الخطوه الرابعه عندي هون, when the receive message activity starts it specify that it uses layout, ببين له انه انا كسكند مسج اكتيفيتي عندي لاي اوت خاص فيه اللي هو الاكتيفيتي receive message.xml and this layout gets displayed in a new window, بروح بشغل لي اياه وين؟ على ويندو ثاني اللي هي على نفس الشاشه. فبالتالي هون اذا بتلاحظوا بالعمليه الاولى كانت الانتر اكشن بين مين ومين؟ بين الكرييت مسج اكتيفيتي مع الاكس ام ال تبعتها. الخطوه رقم 4 انفصلنا عن الـ Create Message Activity, صار التواصل مع مين؟ مع الـ Receive Message Activity مع الـ Device تبعنا. خلينا نعمل Test Drive للـ Application تبعنا. إحنا هيك نكون كملنا عملية الـ Call of the Second Activity. خلينا نتفرج هنا شو راح يصير عندي. أول إشي هسا اشتغلنا البرنامج, اشتغل معي, هيكون في عندي هنا على سبيل المثال الـ Edit Text تبعتنا, بعد هيك السند مسج. هسه هون انا طبعا هاي بيكون مكتوب عليها انتر ا مسج, مجرد ما انا كبست عليها وذكرت انا المسج المعين انا بدي اياه, كتب مثلا هذا المسج على سبيل المثال, بعد هيك كبست سند مسج. لما كبسنا البتن اللي هي سند مسج, البتن حيكون فيها الانتنت. الانتنت ايش راح يعمل؟ الانتنت راح ينقلني لوين؟ على الصفحه الثانيه. نيجي هون للصفحه الثانيه اللي هي اللي هي second message activity, طبعا حيفتح لي اياها, ولكن هل فيها اشي؟ هل برمجنا فيها اشي؟ هل عملنا فيها اشي؟ طبعا ولا عملنا فيها اي activity اطلاقا, ما عملنا فيها اي activity, فقط انتقلنا عليها. هنا when you click on the send message button the activity اللي هي receive message activity starts and its activity fills the screen. الاكتيفيتي راح تظهر لي ايش اللاي اوت تبعها وين؟ على الشاشه. طبعا this activity is currently ماله blank because this is the default layout Android Studio gave us. هذا الديفولت تبعنا, احنا مش عاملين عليها اي سيتنج اخر. هنا عندي انا خلصنا من الخطوه الثانيه. طبعا شباب بدي افتح المايك ثواني للجميع, بدي نشيك نتاكد انه لحد الان الامور تمام بالانتنت اللي اخذنا. شباب المايك مفتوح, الانتنت تمام اللي اخذناه لحد الان؟ تمام 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 تمام. صوت حمدي سمعته تمام؟ بكر تمام؟ تمام ما دكتور. فايزه تمام؟ دكتور بس سؤال, نستعمل الريز هاند ولا نعمل انميوت لحالنا وبعديها نحكي؟ لا انتم ما حتقدروا تعملوا انميوت لاني انا شايل خاصيه الانميوت. اعملوا ريز هاند او ابعثوا مسج. تمام. هنا عندي انا الاغلب كاتب لي انه تمام ما في اي مشاكل. ممتاز اوكي, امور كلها ممتازه. خلينا نسكر ال نعمل ميوت للجميع. اوكي خلينا نكمل. طبعا حدا بده اي شيء زي ما حكينا ريز هاند, يا اما تعملوا ريز هاند يا اما تبعثوا مسج. انا بشوفها دايركت بتظهر عندي. اوكي تمام. هلا راح نيجي للخطوه الثانيه اللي راح نشتغل عليها. طبعا احنا اخذنا بالخطوه الاولى انه احنا ايش اللي عملناه؟ اللي عملناه فقط انه انتقلنا للصفحه الثانيه. هل فيها ايش الصفحه الثانيه؟ لا ما فيها اي شيء. اللي راح نعمله حاليا انه احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ هالمسج اللي كتبناها هون وعملنا لها سند وننقلها.
بنقول على الصفحة الثانية. يعني هنا كتبنا a little message، بدي هاي a little message وين تظهر؟ تظهر هنا عندي بهاي الصفحة. تمام. أوكي. هنا عندي نعمل pass text to a second activity، بمعنى إنه أنا هالإنتنت تبعنا كيف راح يفهم هالأندرويد؟ هالإنتنت تبعنا اللي كان وظيفته فقط ينقلني من صفحة إلى صفحة، بدي يصير في إله وظيفة ثانية بدل فقط ما إنه ينقلني لصفحة لصفحة، بدي أضيف جواته مسج معين بحيث لما ينقلني للصفحة الثانية يأخذ معه هذا المسج، يأخذ معه هذا المسج ويبعث لي إياه لوين؟ لهاي الصفحة الثانية. أوكي. So far we have coded، عملنا كود create message activity وظيفتها to start receive message activity when the send message activity button is passed أو pressed sorry، يعني لما نكبس إيش البطن. هلا next we will get create message activity، نخلي ال create message activity مالها to pass text to receive message activity، تبعث مسج لمين؟ لا receive message activity، so that receive message activity can display it، عشان يظهر لي على الشاشة the receive message activity المسج تبعنا اللي راح ناخذها اللي راح ناخذها معنا. In order to accomplish this، عشان نعمل التكنيك هذا we will do three things، راح نعمل ثلاث أشياء. أول إشي Weak the layout activity receive message so that it can display the text. لحظة مين بعث الشات؟ الصوت صار يقطع. شباب الصوت عندكم بيقطع؟ بس اكتبوا لي تمام إذا ما بيقطع عند حدا. كله تمام ها؟ اوكي جود. ريام الصوت تمام هسه ولا رجع قطع؟ اوكي تمام. بالعاده لما يقطع الصوت زي هيك بيكون نفس الشخص بيكون في عنده مشكله، طالما انا عندي الكاميرا ما قطعت بيكون انا عندي النت كويس، بس مش مشكله النت ما هو الفتره هاي بسبب الضغط بيروح وبيجي. تمام. خلينا نكمل شرحنا هون. فهنا حكينا أول إشي بدي أنا أهيئ الشاشة الثانية عشان تستقبل المسج. حاليا أنا بدي أبعث مسج، بدي أبعث تكست. طيب هون الشاشة الثانية هل في مكان يستقبل التكست أو المسج الصورة أو سوري التكست تبعنا؟ ما في. فأنا بدي أعمله إيش؟ بدي أنا أهيئ مكان إلها بحيث إنها إيش تعمل؟ تستقبل التكست تبعي. فأنا بحاجة لإيش؟ بحاجة لتكست فيو، صح ولا لا؟ فهنا لازم أنا أعمل تكست فيو عشان تقدر تستقبل الانتنت أو المسج اللي راح أبعثها أنا مع الانتنت. فبدنا نعمل أبديت للكرييت مسج أكتيفيتي so that it gets the text the use the text the user input. يعني أنا بدي هل اليوزر راح يكتبه، بدي أنا الصفحة الأولى تمسكه وضيف لي وين بالإنتنت. يعني أنا بدي أسحب التكست الموجود بالإيديت تكست وأضيفه وين؟ وأضيفه على الإنتنت وأمسك الإنتنت وأبعثه للصفحة الثانية. الصفحة الثانية إذا تفتح الإنتنت تعملها تفتح الإنتنت تشوف محتواها، راح تلاقي في جواتها إنه شغل لي الصفحة الثانية، هيحكي لي أوكي وحيشغل لي الصفحة الثانية. هي أول خطوة. الخطوة رقم اثنين إيش بدها تعمل؟ بدها تشوف، هتلاقي انه في مسج معين بدها تعرضه، فبالتالي لازم يكون عندي انا جاهز مكان اللي يقدر يعرض لي عليه ايش؟ يعرض عليه التكست. فبالتالي هون بدي اعمل update للreceive message activity.java so that it displays the text sent in the intent. يعمل display للتكست الموجود وين؟ الموجود بالintent. اوكي Let's start with the layout. نبلش نعدل باللayout. اللayout تبع مين؟ تبع الactivity مثلاً
receive message. هسه هون عندي بالactivity receive message طبعا اللي هون شو فيه receive message؟ هاي اللي layout تبعه فاضي ما فيه أي إشي، فقط الديفولت سيتنج اللي موجودة ما فيه أي إشي ثاني. هسه أنا بدي أعدل عليه وبدي إيش أضيف عليه تكست معين. شو بدي أضيف له أنا؟ أنا بدي أضيف تكست فيو. تكست فيو هاي ليش تكست فيو؟ شو وظيفتها؟ وظيفة تستقبل لي إيش الانتنت تبعنا. فهون عندي أنا ضفنا اتريبيوت اللي هو التكست فيو، اذا انتم شايفين هي التكست فيو ضفناه عندي هون. طبعا اعطينا اي دي، الاي دي تبعه اسمه مسج. بعد هيك الاندرويد ويد والاندرويد هايت اللي هم راب كونتنت، راب كونتنت من دون اي مشاكل عندي هون. هاي اول خطوه عملناها، ضفنا هيك احنا على الصفحه الثانيه ايش تكست فيو عشان تعرض لي التكست. تمام. هسا عشان انا لما اجي ابعث الانتنت، عشان انا بدي ابعث مسج معين من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه، اكتبه كتابه واكبس البتن وتنقلني للصفحه الثانيه، انا بحاجه لاعمل اضافه لاكسترا مسج مع الانتنت. هي ايش بنسميها؟ بنسميها بوت اكسترا. سو هنا we have seen how you can create a new intent. كيف نقدر نعمل create لإنتنت جديد باستعمال الإنتنت زي ما إحنا أخذناه قبل هيك. هسا you can add extra information to this intent. بإمكاني أضيف extra information that can be picked up by the activities you are targeting it. يعني بدي أضيف أنا extra information بالإنتنت وابعثه. هسا عندي بالانتنت ايش بده يستعمل الانتنت؟ بده يبعثه للصفحه الثانيه، الصفحه الثانيه تفتح الانتنت وايش تعمل؟ تاخذ المحتوى اللي جواته. فبالتالي انا عشان اضيف محتوى للانتنت بدي استعمل شيء بسميه بوت اكسترا. انتنت اسم الانتنت تبعنا دوت بوت اكسترا. بوت اكسترا هو ميثود جاهز موجود جوا الباكج تبعت الانتنت، بياخذ تو باراميترز. الباراميتر الاول مسج بين دبل كوتيشن سترينج، والثاني عندي ايش هياخذ فاليو معين. طبعا هاي راح نحكي عنها هسه بالتفصيل وكيف راح نستعملها. اوكي هون عندي انا هيك راح يكون عندي شكل الانتنت بعد استعمال البوت اكسترا. طبعا هون عندي انا اذا بتلاحظوا شو اللي صار عندي انا هون، هيها انتنت هيو اول خطوه كان تو اللي هي ريسيف مسج اكتيفيتي اللي نضاف عليها شيء جديد اللي هو المسج تبعنا اللي هو ايش اسمه اللي هو هيلو. هاي المسج احنا ضفناها عليه. فهنا بوت اكسترا ليتس يو بوت اكسترا انفورميشن ان ذا مسج يو ار سيندينج. هون عندي هاو تو ريتريف اكسترا انفورميشن. اذا هاي البوت اكسترا عشان ايش تعمل؟ عشان تبعث لي انا انفورميشن جديده وين على الانتنت. هسا انا كيف بدي استقبلها؟ هسا عشان انا استقبل الكونتنت من الانتنت بالصفحه الثانيه بنسميها ايش؟ جيت انتنت اسم الميثود. الجيت انتنت عندي هون بيسحب لي المحتوى تبعها. طبعا الجيت انتنت وين نعرفه؟ بالصفحه الثانيه. ليش؟ اليه الاندرويد كيف تشتغل؟ هسا الانتنت الصفحه الاولى وظيفته ينقلني للصفحه الثانيه. طبعا انتنت فيه السندر وفيه الريسيفر، بياخذني على الصفحه الثانيه اموري تمام. هسا انا بالصفحه الثانيه لما بدي افتح الانتنت ويكون فيه كونتنت، انا لازم يكون في عندي زي مكان مناسب استقبل الكونتنت. عشان استقبل الكونتنت انا كريسيفر بحاجه اني اعمل انتنت استقبل فيه الانتنت اللي اجاني. فبالتالي هون انا عندي ايش بدنا نعمل؟ بالصفحه الثانيه من نوع انتنت بعرف انتنت، ولكن مش equal new intent، هيكون equal get intent عشان يستقبل intent. بعد هيك لما استقبلت الانتنت وفتحته شو في كان في جواته؟ كان في جواته hello. hello عبارة عن شو؟ hello عبارة عن message. فبالتالي أنا عندي هون لازم أستقبل المسج. المسج عبارة عن text،
فأنا لازم أعرف string file أستقبل عن طريقه المسج. فبالتالي من نوع string عرفت متغير سميته string، خزنت جواته محتوى الانتنت اللي هي intent.getStringExtra. getStringExtra لمين؟ للمسج. هاي أي مسج؟ اللي هي هيها للمسج هاي. إذن البوت إكسترا بياخد two parameters، parameter أول مسج والparameter الثاني الفاليو. هنا عندي الجيت سترينج إكسترا بياخد عندي one parameter اللي هو إيش؟ اللي هو المسج. تمام. طبعا أنا هنا إذا حدا حكى لي بيك أنا بعثت رقم، طبعا هنا إحنا مش limited، يعني مش فقط مجبرين أني أستعمل string. إذا بدي رقم أنا بعرف المتغير من نوع integer. هنا integer سمينا int num equal intent.getExtra، بياخد two parameters name و default value. عندي هنا default value أنه في حال ما بعثت رقم ما بدي يضل الخانة فاضية، ياخد default number على سبيل المثال. طيب تمام، خلينا إحنا نشوف كيف راح يشتغل عندي، خلينا نشوف كيف راح يشتغل عندي وكيف راح نتعامل معه. طبعا خلينا نفوت احنا على الكود نفسه. هسا نيجي على الكود تبع الكرييت، بعد هيك نروح على الكود تبع الريسيف. بكود الكرييت اول اشي هنا شو اللي عملنا؟ خلينا اول اشي نشوف ايش راح يصير في عندي. هسا اول خطوة عندي هنا بدنا نفهم شغلة. انا في عندي اللي هي الايديت تكست فيها كلام معين. هلا هالكلام هذا المكتوب فيها انا بدي اتعامل معه. هسا عشان انا بالجافا اتعامل مع اي كونتنت موجود باللاي اوت لازم ايش نعمل؟ لازم نعمله جيت ريفرنس زي ما حكينا. فهون انا بدي اتعامل مع الايديت تكست، اسحب التكست الموجود وين؟ بالايديت تكست. لذلك انا مطلوب مني ايش؟ اتعامل مع الايديت تكست. اول خطوه عملناها هون ايش عملنا؟ عملنا امبورت الاندرويد دوت ويدجت دوت ايديت تكست. اوكي، you need to import the edit text class android.widget.edit_text as you are using it in the activity code. لاني بدي هسه اتعامل مع الايديت تكست بالكود تبعي بالجافا بالسندر. فهنا شو اللي عملنا؟ اول اشي لاحظوا، اول خطوه، خطوه رقم واحد اللي هي من نوع edit text عرفت message view. هاي message view راح تمثل الايديت تكست ولكن بالجافا كود تبعنا. edit text casting على edit text find view by id r.id.message. هذا المسج الاي دي تبع مين؟ الاي دي تبع الايديت تكست اللي موجوده بالاكس ام ال دخلناه باول الكلاس. بعد هيك بهيك انا قدرت اتعامل مع مين؟ قدرت اتعامل مع الايديت تكست. هسه وظيفتي ايش بدي اعمل؟ بدي اسحب الكونتنت من مين؟ من الايديت تكست. فبالتالي هنا عندي لما اسحب الكونتنت، الكونتنت ايش نوعه؟ الكونتنت نوعه string. فلما نحكي احنا عندنا الكونتنت نوعه string، فبالتالي هون انا ايش بدي اعمله؟ بدي انا اتعامل مع string واخذه. فعشان انا اقدر اتعامل مع string واخذه انا بحاجه اني اعمل له get. كيف بدي اعمل له get؟ اول اشي بعرف انا متغير من نوع ايش؟ بعرف انا متغير من نوع string. شو سميته؟ message text. هلا المسج تكست عندي انا هون equal message view. هاي المسج فيو تبعتنا انه بدي امسك الايديت تكست تبعي. بس الايديت تكست تبعي انا هون بالجافا كيف شايفه؟ شايفه على المتغير اللي اسمه message view. فبالتالي هون عندي message view dot get text. بالعملية هاي الجيت تكست فانكشن هاب او الميثود هاب انا عم بسحب الكونتنت من مين؟ عم بسحب الكونتنت من المسج فيو تبعتنا. بعد هيك هالكونتنت او هالمسج اللي سحبته بدي احوله لمين؟ بدي احوله لسترينج عشان اضيفه لوين؟ على السترينج تبعي. فانا بضيف له دوت تو سترينج. فهون انا شو عملت؟ سحبت التكست الموجود في الايديت تكست وخزنته وين؟ في المسج تكست. كيف سحبته؟ كيف انا بدي اتعامل مع الايديت تكست؟ عن طريق المسج فيو. هاي اول خطوه. هيك انا ايش عملت؟ جهزت المسج. وين حطيته؟ حطيته بسترينج
ايش اسمه؟ اسمه message text. بعد هيك عرفنا الانتنت تبعنا اللي اخذناه قبل هيك اللي هو من الانتنت، عرفنا انتنت equal new intent اخذ this location احنا فيه واخذ receive message activity dot class. هاي هو الخطوة. بعد هيك هسا انا قبل ما ابعثه، انا كيف بدي ابعثه؟ ببعثه بالستارت اكتيفيتي. هسا قبل ما انا ابعثه بدي اضيف له حكينا المسج تبعتنا، المسج وين حطيناها وغلفناها؟ بالمسج تيكس. فاللي عملناه هنا ايش؟ من الانتنت اللي هو الانتنت تبعنا دوت بوت اكسترا، بدي اضيف عليه اكسترا كونتنت. هاي الاوبن وهاي الكلوز، حكينا راح تاخذ تو اليمنتس. اخذنا اول شيء الاليمنت الاول وهي الاليمنت الثاني. اول شيء الاليمنت الاول اللي هو المكان او الكونتينر اللي راح ايش يعمل؟ اللي راح يستقبل المسج. طبعا يعني في طلاب دخلوا متاخرين، دخلوا الان، طبعا نحاول نتفادى الشغله هاي للمحاضرات القادمة، نحاول قدر الإمكان ندخل على الوقت لأنه في ناس دخلت هسا، فعليا المحاضرة باقي لها 5 دقائق فقط يعني. تمام نكمل. فهنا أنا أول إشي أول باراميتر بدي إياه المكان اللي راح يستقبل المسج. هسا المكان اللي راح يستقبل المسج هو حيكون عبارة عن value موجود وين؟ بالصفحة الثانية. فلاحظوا هون أنا شو الباراميتر الأول تبعي receive message activity dot extra message. طيب هاي أنا extra message بدي حدا يحكي لي إيش هاي extra message. أنا هسا بدي أفتح المايك، بدي حدا يحكي لي إيش هاي extra message. حمدي، وين حمدي؟ هاي حمدي. احكي يا حمدي. عم اظن هيك اشتغل. هيك اشتغل. احكي يا حمدي. هلا الاكسترا مسج، هلا بما انها هي موجوده باحرف كابيتال معناتها انه إن هي راح تجيب كلمة محجوزة من الأندرويد نفسه. غير هيك. لا غير هيك. حدا ثاني مين فيكم بعرف؟ حدا فيكم ممكن يجاوبني إياها؟ هاي أنا ميوت أول، بدي حدا يجاوبني إياها هاي. يلا دكتور، بتكون string بالactivity الثانية الجافا. يا سلام عليك، يا سلام عليك، 100%. هذا حيكون عندي string معرف بالactivity إيش؟ الثاني. فبالتالي هون أنا بالعملية هاي إيش بقدر أعمل؟ هذا راح يكون عبارة عن container، والcontainer إيش راح يعمل؟ راح يستقبل لي إيش؟ راح يستقبل لي الactivity، المسج بالactivity الثانية. وضحت هسا معكم؟ وضحت يا حمدي؟ أوضح دكتور. تمام تمام ممتاز. أوكي في مسج عندي هون. أوكي كله تمام ممتاز. خلينا هسا إحنا نكمل شرح الفقرة تبعتنا. تمام. فهون عندي أنا هاي المتغير جهزناه. بعد هيك مسج تكست، مسج تكست هذا أي واحد؟ هذا اللي إحنا جهزناه وغلفناه عنا، اللي إحنا جهزناه وغلفناه عشان نتعامل معه اللي هو المسج الجاهز تبعنا. هون عندي إذا بتلاحظوا الخطوة هاي عبارة عن create an intent and then add the text to the intent. We are using a constant for the name of the extra information that we know create message activity and receive message activity are using the same string. يعني بما معنى المسج and extra underscore message هاي وين راح تكون موجودة؟ هاي راح تكون موجودة بالصفحة الأولى تبعتنا، الصفحة الثانية تبعتنا. تمام. بعد هيك نعمل start activity وشو منضيف له؟ الانتنت. نرجع نعيد بشكل سريع. كم خطوة إحنا عندي هون صارت؟ عندي 4 خطوات. الخطوة الأولى نأخذ reference للإديت تكست،
الخطوة الثانية بدنا نحولها ل string ونضيفه للمسج تكست، هيك جهزنا المسج تبعتنا. بعد هيك عرفنا intent، الانتنت أخذ لي اللوكيشن الحالي اللي إحنا فيه بالإضافة لإيش؟ لريسيف مسج أكتيفيتي. الخطوة رقم 4 عندي نضيف هالمسج اللي إحنا غلفناها وجهزناها على الانتنت. فبالتالي من الانتنت دوت بوت إكسترا بحدد أنا اللوكيشن راح يستقبلها اللي هو الفاليو تبعنا زائد إيش؟ المسج تبعتنا اللي هي هيها. هاي الخطوة الثالثة. آخر خطوة عندي هنعمل start للأكتيفيتي ونبعث له إيش؟ الانتنت. طبعا هون عندي أنا لما نبعث الانتنت للصفحة الثانية شو اللي راح يصير في عندي أنا بالصفحة الثانية؟ الصفحة الثانية أول إشي بدي أحدد مكان، المكان إيش وظيفته؟ وظيفته يستقبل لي هالمسج، بعد هيك أتعامل أنا إيش معها. فهون عندي أنا لما ننتقل للصفحة الثانية اللي هي receivemessageactivity.java، أول إشي عندي بريسيف مسج أكتيفيتي دوت جافا بدي أعرف أنا المتغير اللي هو شو اسمه إكسترا مسج من نوع إيش؟ من نوع string. إذا منلاحظ هون لما ننتقل للصفحة اللي قبلها شو إحنا هون كتبناها إكسترا مسج كلها كابيتال لتر. طبعا دائما لما نحط أي متغير كابيتال لتر بعرف المبرمجين فهي عبارة عن شو؟ فهي عبارة عن constant ثابت. هنا عندي أنا إذا بتلاحظوا هون هيها public static final string اسمها extra message وضفنا لها إيش message. تمام. هنا عندي أنا جهزناها. okay this is the name of extra value we have passing in the intent. هاي ال extra message حكينا نفسها إيش ال extra message. هاي تمام. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية أنا هسا شو بدي أعمل؟ بدي أستقبل إيش؟ أستقبل المسج. فباجي هنا أنا بالصفحة الثانية الجافا، أول إشي لما بدي أستقبل المسج وين بدي أنا أستقبلها؟ بدي أستقبلها جوا إيش؟ جوا التكست فيو. أنا بدي إلها كونتينر، الكونتينر إلها التكست فيو. إذا أول خطوة أنا بدي أعرف هنا import للأكتيفيتي، import للبندل، import للإنتنت، وimport لمين؟ التكست فيو، لازم تعمل مع التكست فيو. هسه هون جوا الاون كرييت بدي اشتغل. ليش جوا الاون كرييت؟ لانه انا حاليا لما اعمل كرييت للصفحه هذا راح يصير فيها. فهون ايش راح نضيف؟ اول إشي عندي هون هيك من النوع انتنت عرفت متغير سميته انتنت. طبعا هل انتنت مختلف عن الانتنت في الصفحه الاولى؟ ليش مختلف؟ لانه هاي في صفحه وهاي في صفحه، ممكن اسميه اي اسم ثاني، ممكن اسميه نفس الاسم equal get intent. هي هيستدعي لي الميثود اللي اسمها get intent، والميثود هاي بدورها راح تفتح زي الباب بانه تستقبل اي intent يجيها من برا. بعد هيك راح يجي من نوع string. لما فتحنا الانتنت، الانتنت ايش كان فيها؟ فيها open new page، فراح يفتح لي ايش؟ صفحه الريسيف مسج اكتيفيتي ويشغل لي اياها. لقى قدامه مسج، المسج حكينا وين بدنا نستقبله؟ لنستقبله بمكان في خاص فيه اللي هو التكست فيو. شو راح نعمل هسه من نوع string؟ عرفت متغير ايش سميته؟ مسج تكست. هذا المسج تكست وين موجود؟ في اي صفحه؟ في الصفحه الثانيه تبعتنا اللي هي مسج اكتيفيتي. شو في جواته؟ intent dot get string extra. بدي اسحب من الانتنت ايش؟ get string extra. طبعا محتويات الانتنت اللي بعثناه هيكون مخزن وين؟ هيكون مخزن في الانتنت اللي عرفناه هون. طبعا اي اساس وباي صفه مخزن هون؟ بصفه الجيت انتنت. واضح؟ تمام. فبالتالي هون انا الجيت انتنت دوت اكسترا مسج استقبلت انا المسج واخذت وان باراميتر الجيت اكسترا اللي هو ايش؟ الاكسترا مسج تبعي هيتخزن وين؟ از ا سترينج. وين؟ بالتكست مسج. فهسه التكست مسج صارت جاهزه عندي، عباره عن سترينج فيه محتوى الانتنت. بعد هيك المحتوى وين بدي اياه يظهر؟ على التكست فيو. اذا انا بدي افهم الجافا، اخليه الجافا فايل يعمل ريفرنس لمين؟ للتكست فيو. فبالتالي من نوع تكست فيو عرفت متغير سميته مسج فيو.
casting a text view, find view by ID, r.id.message. هذا الID تبع التكست فيو تبعتنا بالصفحة الثانية. بعد هيك مسج فيو اللي هي هاي تبعتنا مسج فيو دوت ست تكست عشان أظهر التكست عليها بتاخذ 1 باراميتر اللي هو المسج تكست تبعنا. تمام؟ فبالتالي هون بدنا نشوف ايش عملنا. طبعا بفضل انه نأجل اللي راح نشتغله هون المحاضرة الجاي والتست فيو للمحاضرة الجاي لأنه ضايل من الوقت دقيقتين، فرح نعمل تكست فيو للمحاضرة الجاي. المحاضرة الجاي إن شاء الله بنكمل الشابتر وبندخل بموضوع جديد. طبعا الله يعطيكم العافية جميعا. بدي أفتح المايك ثواني أتأكد إنه الأمور كلياتها إيش كلياتها تمام. Okay, participant. Unmute all. Okay. تمام شباب؟ تمام. كله تمام؟ ما في حد عنده مشاكل؟ يعطيك العافية دكتور. ممتاز. Okay. بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. وإن شاء الله المحاضرة هاي راح أجهزها وراح أرفعها على اليوتيوب. راح تنرفع على اليوتيوب. راح أبعث لكم اللينك تاعها. بإمكانكم طبعاً تشوفوها وتحضروها بأي وقت بتشوفوه أنتوا إيش مناسب. الله يعطيكم العافية وشكراً لكم ونشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاي. السلام عليكم.